حاجة كان نفسك فيها وحققتيها في 2022؟ اللي أنا أكل آيس كريم. حاجات كتيرة بس أنا مش فاكرها. أضرب نفسي بالقلم. اللي أنا أضحك صحابي كلهم. اتكسرت ورقة قدام. نزلت البسين. جبت موبايل وكان عامل ممكن بس بسير مايك ما كان عامل كده. ايه اكتر حاجة بتتمنى تعملها في 2023؟ اتمنى السعادة ليا اكون مخدة افضل نايمة على السرير للابد. نتحول لشربة سيفو. اني اكل كل الاكل على بق واحد. لانا اكل بطاطس مقرية وبرجر. بتتمني ايه لباباكي ومامتك في السنة الجديدة؟ انهم يكونوا شجرة. انهم يروحوا الشغل يسيبوني العب انا براحتي محدش يكلمني. يلبسوا لبس البابا وير. كلميني عن خطتك بقى واهدافك المستقبليه اللي هتعمليها في السنه الجديده. الا انا اكون مديره اعمال يعني واخد مرتب 700 جنيه. ان انا انام كتير قوي وافضل اكل في بني. يكون عندي محل كل اللي في شربة سفود بس. ان يكون عندي ملاهي كبيره بنيتها لنفسي والعب بيها لوحدي وما يوديه وما باخدش حد حتى لو صحابي. ازرع زرع كتير قوي في كل مكان والزرع يكبر 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 بعد ما يكبر 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 اكتر واكتر واكتر. وبس. ايه اكتر اكله نفسك انها تختفي من 2023؟ السبانخ. الفول والطعميه. السلطه والقلاصه. الخضروات كلها. الرز. البامية. البسلة. أنا نفسي الورق عنب يكون موجود على طول والكوسة لا. تعرف ان في 2023 احتمال مش اكيد يعني اللي يسمع كلام بابا ومامته يطلع الاول على العالم؟ اظن مش عارف. اول مرة انا مش عايزة اطلع الاول على العالم.